مصر والإمارات متهمتان بالوقوف وراء الغارات الجوية على طرابلس، هذا ما خلص إليه مسؤولون أمريكيون. ونقل موقع البي بي سي عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة لم تستشر بشأن الهجمات وأنها فوجئت بها، وذهب إلى القول أن بلاده قلقة بشأن أن تكون أسلحة أمريكية استخدمت في تلك الغارات في انتهاك للاتفاقيات التي بيعت بناء عليها تلك الأسلحة. وفي وقت أفادت التقارير بأن الغارات الجوية على طرابلس نفذتها طائرات إماراتية مستخدمة قواعد عسكرية في مصر، كشفت نيويورك تايمز في تقرير لها أن الإمارات وفرت الطائرات الحربية وطائرات التمويل الجوي والأطقم، بينما سهلت مصر سبل الوصول إلى قواعدها الجوية. واشنطن اعتبرت حسب مصادر رسمية أن الضربات يمكن أن تزيد من تأجيج الصراع الليبي في وقت تسعى الأمم المتحدة والقوى الغربية إلى حل سلمي، لكن مصر نفت هذه الاتهامات صراحة ولم يرد أي تعليق حتى الآن من دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن افتتاحية لصحيفة الخليج الإماراتية اليومية والتي تعرف بصلتها الوثيقة بالسلطات قالت إن ليبيا أصبحت مرتعا للإرهاب مهددة بالخطر ذاته على بلدان إقليمية مجاورة. اتهامات تثير تساؤلات، أهمها ما الذي يجعل مصر والإمارات تتدخلان في الشأن الداخلي الليبي ومن يقف وراءهما؟ ليبيا التي دأبت منذ الاستقلال على الوقوف استراتيجيا مع دول الجوار وعلى رأسها مصر. رحمة الهمادية، ليبيا لكل الأحرار. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أيها الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة والتي نناقش فيها أبعاد الضربات المصرية الإماراتية على مدينة عروس البحر طرابلس. وأرحب، سيكون معي في هذه الحلقة ضيفي الدكتور طارق الزمر، وهو ناشط سياسي من مصر. أهلا وسهلا بك دكتور. قبل الخوض في غمار هذه الحلقة، معنا مكالمة من إحدى الأمهات المكلومات ثكلة، وهي تنعى ابنها الذي قتل إن شاء الله شهيدا في عملية القصف الإماراتي المصري، أم الشهيد حاتم محمد قرماد. تفضلي أم الشهيد حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم إن شاء الله، والله يغفر لحاتم. الحمد لله، هذا رضا من الله سبحانه وتعالى، رضا من المولى الأعلى، جزاني بابن صالح للبنت لله سبحانه وتعالى، للوطن، لليبيا كاملة، ومانيش نادمة مانيش نادمة، وحمد الله سبحانه وتعالى. اثنين قدمتهم لله، واحد رجع لي مستمر، وهذا خداه الله في الفردوس الأعلى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله. نعم يما، ما هي الكلمة التي تودين توجيهها إلى أهلنا في ليبيا وإلى المسؤولين خصوصا؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة تاخذ بحق ابني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان، في كل من كان في سبب القصف. ابني تعرض للقصف، انه يكون شهيد، شهيد وجه لوجه، هذا متوقع. انا اثنين متوقعتش يرجعوا لي، رجع واحد وواحد خداه الله، واني فرحانه وسعيده اني اكون ام شهيد، سعيده، وهو ان شاء الله ما نحتفل شهيد. لكن ندي حق الطائرة اللي خشت منين وكيف تقصف أبنائنا على الأرض، الطائرة بأي حق تقصف أبنائنا على الأرض؟ الطائرة هذه لازم تأخذ حقنا، لازم تتفائل. انت ينحر بالإبنك الغالي بالغدر، صعبة صعبة، حق حاتم واللي معاه، كل أم أطفال يتم أولاده، والحمد لله أولاد الشهيد وأم الشهيد وزوجة الشهيد حقهم يحش من الليبيين ومن العالم كله. الطائرة اللي قصفت أولادنا نبي حق ابني، نبي حقه، نبي الدولة اللي طلعت منها الطائرة تتساءل تتحاكم، حق أولادنا، حق أولادنا، حق حاتم الغالي. الله أكبر، الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله. نعم شكرا لك أم الشهيد حاتم قرمان على هذه المداخلة. دكتور طارق بداية سيسي هل يقرأ التاريخ جيدا؟ العلاقات الليبية المصرية في أيام الملك إدريس رحمه الله طلب من الحكومة البريطانية عدم استخدام الأراضي الليبية لضرب مصر عندما كان هناك العدوان الثلاثي على مصر المعروف، وكان موقف مثمن للملك إدريس وأسرها عبد الناصر في نفسه، واستقبل الملك إدريس بعد الانقلاب وأكرم وفادته نتيجة المواقف المشرفة اللي اتخذها المملكة الليبية في ذلك العصر. لماذا السيسي الآن يقوم بأفعال مضادة؟ لا أريد أن أتكلم عن 42 سنة من الظلم لأنها غير محسوبة على الشعب الليبي. كانت هناك عداءات للدولة المصرية في أيام السادات ثم بدأ انفراج في آخر الثمانينات مع حسني مبارك، لماذا هذا العداء اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا أعزي الشعب الليبي في الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، وفي الحقيقة لا يسعني إلا أن أعتذر بالنيابة عن الشعب المصري كله عن هذا الإجرام الذي يمارسه الانقلاب نيابة عن إسرائيل في الحقيقة، لأنني أتصور أن الانقلاب لم يأتي من فراغ وإنما أتى في إطار أجندة إقليمية جاء لينفذها. لو بحثنا عن المستفيد من هذه الأجندة في المقام الأول لما وجدنا غير إسرائيل. ولهذا أيضا أحيي أيضا اليوم الشعب الصامد في غزة الذي رفع رؤوس كل العرب في مواجهته مع إسرائيل، وجعل نظرية الأمن الإسرائيلي لأول مرة في مهب الريح على مدى عقود طويلة، وأصبحت الصواريخ تجوب سماء إسرائيل بالليل وبالنهار دون أن يقف في وجهها أحد. الحقيقة يجب أن نعلم أن هذا الانقلاب جاء وفق أجندة، وهذه الأجندة تقوم عليها إسرائيل، وأن الهدف الأساسي من هذا الانقلاب في الحقيقة هو إجهاض الربيع العربي لصالح إسرائيل. ولهذا لا يتصور أن يقف الأمر عند العدوان على ليبيا، الأمر أخطر من هذا بكثير ويجب. أين تتمثل خطورة هذا الأمر دكتور طارق؟ أولا ما ظهر أن المؤامرة على الربيع العربي ليست مجرد مؤامرة سياسية أو مخطط تقوم بها عدة دول، لا، نحن أمام حلف عسكري نشأ لكي يقف في مواجهة الربيع العربي. وماذا يعني أن يكون هناك حلفا في مواجهة الربيع العربي؟ الربيع العربي أراد أن يقول أن الحكم في هذه البلاد هو لأهلها، هو للشعوب، وأنه لا طغيان ولا استبداد ولا ديكتاتورية بعد اليوم. هذه الأجندة الجديدة تقول أننا لابد وأن نجهض الربيع العربي، ولابد وأن نعيد بناء وتشكيل منظومة الاستبداد والفساد مرة أخرى، وأن يعود نظام القذافي، وأن يعود نظام مبارك، وأن يتمكن بشار الأسد من حكم سوريا، وأن تعود كل الأنظمة الفاسدة مرة جديدة. أخرى مرة أخرى لحكم الربيع العربي لصالح إسرائيل. لهذا ليس مستغربا أن تشن إسرائيل في ذات السياق حربا على غزة التي هي في نظري هي قلب الثورات العربي. الإرادة والعزيمة والصلابة التي يبديها أهل فلسطين في مواجهة هذا العدوان والصلف الإسرائيلي والدولي يمثل باعثا للإرادة وللمقاومة ولإرادة الحرية في المنطقة العربية كلها. أنا كنت أعتبر في الحقيقة أن الثورات العربية هي هدية ملقاة في حجر المقاومة الفلسطينية التي صبرت طويلا، فإذا بالمقاومة الفلسطينية ترد الهدية هدايا حين صمدت وصبرت في وجه العدوان الإسرائيلي لتقول للشعوب العربية عليكم أن تصمدوا كما صمدنا، وأن تقاوموا الاستبداد كما قاومنا الاحتلال، وأنه لا بقاء في هذه المنطقة لا للاستبداد ولا للاحتلال بإذن الله تعالى. نعم. طالما استمرت هذه الإرادة. طيب دكتور طارق، يعني هل مصر الآن بضعف الساسة الليبيين خصوصا في المؤسسة التنفيذية ولعل حتى في المؤسسة التشريعية الجديدة وهي مجلس النواب، هل تمارس حق الوصاية والرعاية على ليبيا خصوصا عندما يتم يعني ضرب أو قصف طرابلس مع علم المسؤولين الليبيين، وحتى لعل مصر هي نفت وأحيانا الساسة يعني ينفون ويفعلون ما يريدون، يعني فكيف تفسر هذه العقلية أو هذا الفعل؟ يعني لا، عقلية الانقلاب العسكري هي أسوأ العقليات الاستبدادية التي تنظر إلى الشعوب والدول الأخرى باحتقار شديد وباستعلاء كبير،
وترى لنفسها سلطة فوق سلطات هذه الدول، ولا تحترم حتى دماء الشعوب. يعني انظر إلى الأم المكلومة في ابنها، ماذا جنت لهذا الانقلاب؟ ماذا فعلت للسيسي حتى يذهب إليها بطائراته هو والإمارات ليقصفها في ليقصف ابنها في بيته؟ هذا إجرام تجاوز كل الحدود بالتوازي مع الإجرام الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني. هذا إجرام وهذا إجرام، والجميع يستوي في استباحة الشعوب العربية واستباحة الدماء المعصومة. وليس أمامنا في الحقيقة سوى أن نقف في مواجهة كل هذا لنقول كفى ظلما، كفى عدوانا، هذه المنطقة ستتحرر، ستتحرر، لأنها آخر المناطق في العالم التي لا تزال قيد القهر وقيد الاحتلال وقيد الاستبداد. العقلية الاستبدادية أخي الكريم كما ذكرت لم تتجاوز فقط الحدود، بل تجاوزت حتى القانون الدولي. يعني كيف يباح لدولة مثل مصر أن تستبيح أجواء ليبيا وأن تستبيح شعبها وأن تطلق عليها قذائف بهذه الطريقة؟ وهل أصاب كما يقول الإرهابيين المزعومين من وجهة نظره؟ لا أبدا، أصاب الشعب الليبي. هذا يبرر أو يفسر حجم المأساة والأمراض التي تستوطن داخل العقول الاستبدادية، وخاصة العقول التي أتت من خلفية انقلاب عسكري. في الحقيقة هذا لا يمكن تفسيره ولا يمكن تبريره سوى أنه سلطة استبدادية جديدة تريد أن تفرض هيمنتها على المنطقة في زمن تحررت فيه الشعوب ولم تعد تقبل هذا النوع من الغطرسة أو طيب الظلم. عندما تكون هناك مشاكل داخلية في أي دولة، وخصوصا نحن نعلم حتى بيان مجلس الجوار في ليبيا يعني جاء بحث الأطراف على يعني عدم الاشتباك وعدم نزع السلاح والمصالحة إلى غير ذلك. لكن السؤال الآن اللي ممكن نوجهه يعني لك دكتور طارق، هناك تعاون حقيقة ما بين الدول جميعا، يعني النيجر سلمت ابن القذافي السعدي وسلمت وزير الثقافة في أيام القذافي، تونس يعني تكرمت مشكورة بتسليم البغدادي ولعل غيره حتى من الأزلام، الجزائر، مصر، السودان تعاونت مع الثورة تعاون إيجابي وهي إلى الآن ما زالت تتعاون. الجزائر ما زالت هناك مشكلة، وإن كان رئيس المؤتمر الوطني العام في الجزائر، ومصر هناك كثير من الأزلام المحسوبين على نظام القذافي موجودين في مصر. سؤالي لك، هل يرضى مثلا السيسي أن يتم مثلا استدعاء أيمن نور وهو محسوب على التيار الليبرالي أو البرادعي، استدعاهم إلى طرابلس وفتح لهم المجال في إذاعات أو قنوات، هل يرضى ذلك؟ ما فعله السيسي يعطي الحق لليبيا أن تستضيف كل المعارضين المصريين، ولا حرج في هذا، وخاصة أن هؤلاء المعارضين يعارضون انقلابا عسكريا على الإرادة الشعبية المصرية، جاء مغتصبا للسلطة بهذه الطريقة. موقفهم في هذا سيكون بالتأكيد محل حق، ويساندهم في ذلك القانون الدولي. أما ما فعله السيسي في الحقيقة فهو خروج على كل قواعد القانون الدولي وكل الأعراف المتبعة في هذه المنطقة، واختراق للمصالح حتى المصرية. يكفي أن تعلم أخي أن هذا العدوان قبل أن يكون عدوانا على الشعب الليبي فهو عدوانا على المصريين في ليبيا، عدوانا على إن لم يكن على أرواحهم فعدوان على مصالحهم التي ارتبطت بالوجود في داخل ليبيا. أنا أدعو كل المصريين الذين يعودون من ليبيا إلى مصر لا يعودوا إلى بيوتهم، بل يفترشوا ميدان التحرير ويطالبون الحاكم القابع في القاهرة أن يأتي لهم بحقوقهم وأن يحقق لهم كل مطالبهم وأن يحل لهم كل مشاكلهم. يجب أن تصدر مشاكل المصريين في ليبيا إلى هذا النظام حتى أشعر كيف أنه لم يجرم فقط في حق الليبيين وإنما أجرم أيضا في حق المصريين. نعم. طيب دكتور طارق، يعني حتى لا نعطي أو لعل البعض يظن أن هناك حملة مثلا على مصر، العمق الاستراتيجي لليبيا لا شك أنه مغاربي وأنه في مصر، لكن كيف؟ أنا نعم. قبل أن نحدث هذه الجزئية بالنسبة لفلول نظام القذافي نعم. اللي في القاهرة حتى هذه اللحظة نعم. وهناك نعم قنوات رسمية بالتأكيد نعم. وليس أكثر من هذا، كانوا يديرون عمليات تفجيرات داخل ليبيا حتى نعم. في فترة حكم نعم. دكتور صحيح. مرسي، وأنا تحدثت شخصيا مع دكتور مرسي قلت له أن ليبيا تدمر من داخل القاهرة، وهناك شكاوى تأتي من الإخوة في ليبيا أن الفلول القذافي لا زالوا يعبثون من داخل القاهرة في عمق الأمن القومي
الليبي. فتحرك فعلا الرئيس لطرد هؤلاء وبدأ بالقبض على قذاف الدم، لكن ما حدث أن الدولة العميقة وأجهزتها القضائية حالت دون هذا التسليم. طيب، في هذه المرحلة العمق الاستراتيجي لليبيا لا شك أنه يعني غربا في الاتحاد الأفريقي، الاتحاد المغاربي، وشرقا في مصر. يعني كيف ممكن أن مصر أن تعي دورها وتعي الخصوصية في ليبيا؟ يعني الآن الاتحاد المغاربي لا يتحرك كما تتحرك مصر وتحاول أن تتدخل، حتى وإن طلب منها طرف من الأطراف نتيجة الهشاشة أو نتيجة عدم القدرة أو نتيجة عدم المهارات الجيدة في إدارة دفة الأمور سياسيا. يعني لماذا هي، يعني لماذا تحاول أن تبسط يدها داخل ليبيا؟ أولا، الانقلاب في مصر يعيش أزمة، وأحد المخارج من هذه الأزمة هو التمدد خارجيا أو تصدير الأزمة للخارج أو هروبا من الأزمة الداخلية. دي أحد الأسباب. لهذا نحن قلنا منذ الانقلاب، منذ الأسبوع الأول قلنا أن الانقلاب سيقوم بمجموعة مغامرات في الخارج، وأول هذه المغامرات ستكون في ليبيا. هذا متوقع منذ أول أسبوع لهذا الانقلاب، كنا متوقعين هذا الأمر. لكن هناك توقع أخطر من هذا وربما يكون لاحق، وهو التدخل التوغل جزئيا داخل ليبيا، وهذه ستكون كارثة كبيرة للأمن القومي العربي وجناية في حق الشعوب العربية وكارثة في حق الجيش المصري، لأنه بالتأكيد الذي اتخذ القرار القصف الجوي الفات في ليبيا لا يفهم طبيعة الشخصية الليبية ولا يعرف شخصية عمر المختار، ولم يدرك ماذا فعل عمر يعني المختار، يعني دخل في مستنقع يعني. بالتأكيد. طيب، بالتأكيد أخطأ خطأ فادح. طيب، بالإضافة لأنه قدم خدمة جليلة للثورة الليبية. الثورة الليبية الآن ستحتضن الثوار، والشعب الليبي سيقف مع الثوار في مواجهة هذا العدوان الذي ما أتى إلا ليوجد هذه لا شك. يعني هذا كلامك يعني فعلا أنه يتم الآن. هناك مصادر تشير بانسحاب بعض أعضاء مجلس النواب، وهناك مصادر تشير حتى بعض انشقاقات من الضباط الذين يتبعون عملية الكرامة. ابق معي استسمحك دكتور طارق. معي الآن مداخلة عبر الهاتف الأستاذ أنس أبو شعالة المحامي. أستاذ أنس، مساكم الله بالخير. مساء النور. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. أستاذ أنس، يعني في كلمتين أو ثلاث كلمات، ما هو التكييف القانوني ابتداء لضربات المصرية الإماراتية على طرابلس ومع التسبيب؟ يعني لو تضعني في عنوان بسيط جدا، ومن ثم نحاول أن نشرح تسبيب هذا الحكم أو هذا التكييف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا العملية، عملية القصف الجوي الذي تم من قبل دولتي مصر والإمارات، يعد وفقا لأحكام القانون الدولي هو اعتداء على سيادة دولة مستقلة لها كيان قانوني متكامل. هذا العدوان يعتبر خرق لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل دولة عضو حق الدفاع عن النفس، ومن الحقوق الأساسية للدول هو حق البقاء، وهذا الحق يتفرع عنه حق الدفاع عن النفس. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، من حق كل دولة أن ترد أي اعتداء يقع عليها، وذلك بحسب ميثاق الأمم المتحدة. وفي حالة الاعتداء على أحد أعضاء الأمم المتحدة، يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدولي. ولكن مع الأخذ في عين الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يقول ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة. حينئذ، من هنا إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة، يكون قانونا للدولة المعتدى عليها الحق الكامل قانونا في الرد على هذا العدوان. طيب أستاذ أنس أبو شعالة، يعني بارك الله فيك على هذا التوضيح، لكن من هي جهة التقاضي أو جهة الاختصاص في القضاء؟ هل هي الجهات الدولية، أروقة الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، أم القضاء المحلي؟ هذا المسألة يعني فيها تفصيل. فيما يتعلق ب
بأعضاء الموجودين أو الأشخاص، أقول الأشخاص الموجودين في طبرق المجتمعين والذين طالبوا بالتدخل الأجنبي، أولئك مواطنون ليبيون ينطبق عليهم القانون الجنائي الليبي، ويكونوا قد اقترفوا جرم الخيانة العظمى استنادا للمادة 170 من قانون العقوبات. أما فيما يتعلق بالدول المعتدية فإن المجال القانوني لمقاضاة هذه الدول أو لمحاسبتها يكون على الصعيد الدولي من خلال مجلس الأمن، وعلى الصعيد الإقليمي من خلال جامعة الدول العربية، كما بالإمكان الالتجاء إلى منظمة الاتحاد الأفريقي وتفعيل منظومة الدفاع المشترك المنصوص عليها وفقا لاتحاد الدول المغاربية، اتحاد المغرب العربي الموقع عليه في 92. نعم. طيب هذا هو المجال اللي بالإمكان أن يتم محاسبة أو مقاضاة أو متابعة هذا العدوان قانونيا على المستوى الدولي. نعم. طيب ما هي الأدلة والقرائن اللي ممكن الاعتماد عليها في تقديم مرافعة قانونية مستوفية الشروط والأركان حتى تتم الإدانة بشكل صحيح؟ الأدلة سيدي تكون من خلال تسجيلات الأقمار الصناعية. هناك أقمار صناعية قد رصدت هوية الطائرات التي انتهكت سيادة الدولة الليبية، كذلك من خلال أرقام القنابل التي تم إسقاطها في عملية القصف. هذه القنابل لها أرقام، من خلال الأرقام التسلسلية لهذه القنابل بإمكان الشركة المصنعة أن تثبت هذه القنابل لمن بيعت ومن هي الدولة التي زودت بها، كذلك من خلال الرادارات العسكرية لبعض الدول القريبة والمجاورة، وكذلك المنظومة الرادارات لحلف شمال الأطلسي. كل هذه الأدلة بالإمكان استخدامها لإثبات هذا العدوان. كما لا يخفى عليكم أن اليوم يعني منذ ساعة أو ساعتين صرح البنتاغون والبيت الأبيض، هناك بيان مشترك رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية يقر فيه صراحة بأن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات ضالعتين في هذا العدوان. طيب ما هي الخطوة الأولى في تحريك القضية أو القضايا؟ الخطوة الأولى فيما يتعلق من الناحية الدولية يفترض على وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مندوب ليبيا للأمم المتحدة أن يطلب إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية من قبل الدولة الليبية ضد هذا الاعتداء. ولكن لا أعتقد أن مندوب ليبيا في الأمم المتحدة للأسف الشديد قادر على فعل أي شيء، فهو كما يبدو مرتهن لأجندة معينة ولتيار سياسي معين، وبالتالي الولاء أصبح للأسف الشديد لأجندات سياسية ولم يصبح للوطن أي ولاء، اللهم إلا مصالح حزبية ضيقة. طيب ما هي البدائل يعني؟ البدائل هو استمرار الثوار الأحرار الشرفاء في تقدمهم وفي بسطهم للسيطرة على الأرض وفي المحافظة على مكتسبات ثورتهم وفي استثبات الأمن وفي تطهير بؤر الإجرام والإرهاب داخل ليبيا ليكونوا قادرين على السيطرة في ليبيا على الأرض، وكذلك السيطرة في ليبيا كدولة متكاملة الأركان، دولة قانونية لها واجهة سياسية تعبر بشكل حقيقي وصادق عن القوة الثورية الموجودة على الأرض. أما حالة الانفصام الحاصلة بين المؤسسة الرسمية للدولة المرتهنة إلى أجندات خارجية مشبوهة وبين القوة الفاعلة الموجودة على الأرض، هذه الحالة هي التي سببت حالة هذا الارتباك، هي التي أحدثت هذا الارتباك وهذا الاضطراب في مسار واتجاه الدولة الليبية.
ما يجب أن يثار هو أو ما يجب أن يكون هو أن تكون الواجهة الرسمية للدولة الليبية منبثقة من القاعدة الشعبية الثورية الموجودة على الأرض. نعم، طيب ابقى معي أستاذ أنس أبو شعالة محامي، وتحول لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور طارق الزمر ناشط سياسي. دكتور طارق، يعني اللي يتابع قضية قصف مصر والإمارات على عروس البحر طرابلس يعني يرى نفي السيسي. دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتحدث إلى الآن لأنها لا تستطيع أن تتنصل من الموضوع. للأسف ناصر القدوة وهو المبعوث العربي لجامعة الدول في ليبيا، مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، يصرح إلى جريدة الحياة وهي السعودية، يقول بأن الطائرات جاءت من الشمال من البحر ولم تأتي من، لماذا يعني ممارسة التضليل العربي في مثل هذه القضايا المجاملات؟ يعني هل أصبحت الجامعة العربية مرهونة لدى الحكومة المصرية وبالتالي يصبح البيت العربي عربي خربان، يعني مثل ما يقولون؟ يعني يكاد المريب أن يقول خذوني. أنا أقول لحضرتك أن من قام بهذا العدوان يعني يخشى تماما أن يفتضح أمره. ومنذ الساعات الأولى كان واضح من الأهم المهمة قبل أن تعلن حتى الجهات الغربية وصاحبة السطوة الجوية والملاحقات في هذا الأمر، كان معروف من الأهم بالمهمة منذ الساعات الأولى يعني. لكنهم أرادوا في الحقيقة أن يخفوا هذا الأمر حتى يغطوا على خيبتهم وعلى فشلهم. لو كانت نجحت هذه العملية كانوا بالتأكيد أعلنوا أنهم نجحوا فيها، لكنهم لأنهم يدبرون لما هو أخطر وما هو قادم فقالوا نحن ليس لنا أي علاقة بهذه العملية. وهناك طبعا تآمر وتواطؤ مع عدة دول أخرى في سبيل إخفاء هذه الجريمة، لكنها في الحقيقة مفضوحة ومكشوفة للجميع. طيب تغيير أو تبدل الدور أو الرأي في الإمارات، يعني هي شاركت في الثورة بقوة حتى أن طائراتها شاركت في 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 عمليات الناتو حتى بعمليات القصف، الآن تتبدل تتغير من جلدها، تصبح بدل أن تخصف كما يقولون إسرائيل أو أنها تنقض جزر طنب الكبرى وموسى وطنب الصغرى، تتجه إلى العاصمة الليبية بالقصف. يعني ما هي الدواعي أو الدوافع في تغيير وجهة النظر الإماراتية حيال ذلك؟ يعني كما ذكرت لك منذ قليل أن الأهداف الإسرائيلية هي التي اقتضت تدمير الربيع العربي وإجهاضه بأي شكل من الأشكال، وأن هناك علاقات لبعض الدول في هذا السياق تقوم بتنفيذ هذه الأجندة. الانقلاب في مصر نحن نعتبره وثيق الصلة بإسرائيل، كذلك الإمارات وثيقة الصلة بإسرائيل. فإذا أردت أن تفهم ما الذي جمع الطرفان فابحث عن المركز المستفيد من هذه الضربات. أنا أتصور أن ما جرى في هذه الجريمة يلفت الأنظار وينبه إلى أهمية استمرار الثورة في ليبيا وخطورة أن تجهض كما أجهضت في مصر. وأنا من هنا أنصح الشعب العربي الليبي وأقول لهم إذا حدث لا قدر الله وعاد فلول النظام القديم كما عاد فلول النظام القديم في مصر، فتوقعوا آلاف من القتلى ومئات من أحكام الإعدام وعشرات الآلاف من المعتقلات، وستتحول الصحراء إلى معسكرات للاعتقال. هؤلاء يريدون أن يبسطوا نفوذهم ليس على الأرض فقط ولكن على إرادة الإنسان وعلى قلبه وعلى ضميره، يريدون أن يتحكموا في كل شيء في البلاد وينتقموا من كل من صار على الأنظمة القديمة. فالمخطط خطير ويجب ألا نستسلم له. نعم، طيب دكتور طارق دعنا نتحول لضيفي الأستاذ أنس أبو شعالة المحامي. أستاذ أنس، سؤالي لك يعني لعل تغطي لنا الناحية القانونية، هل تم التواصل مع مكتب النائب العام في طرابلس لتقديم أو رفع قضية أو شكوى أو شيء نحو ذلك؟ نعم، يوجد فريق قانوني يعني يتكون من مجموعة من المحامين والأكاديميين والحقوقيين، تنادوا في 72 ساعة الماضية وشكلوا فريق اسموه الفريق القانوني الداعم للمسار الصحيح لثورة 17 من فبراير،
قاموا بإعداد ملف متكامل لشكوى سيتم تقديمها يوم الغد أعتقد إلى مكتب النائب العام، معززة بالوثائق وبالأدلة لعمل هذه الشكوى مقدمة ضد الأشخاص المجتمعين في طبرق واتهامهم باقتراف جريمة الخيانة العظمى المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات المادة 170 المعاقب عليها بالإعدام. وهذه الجريمة من المعروف وفقا للقانون أن هذه الجريمة لا تعد من الجرائم التي يتمتع فيها عضو البرلمان إن صحت عليه الصفة، لا يتمتع فيها بالحصارة البرلمانية، وبالتالي سيكونون ملاحقين قضائيا ومطلوبون من العدالة، مما ينفي عنهم أي ولاية. حتى على فرض وإن افترضنا أو سلمنا جدلا أن لهم ولاية برلمانية، فبهذه القضية تنتزع عنهم الولاية القانونية التي تجيز لهم ممارسة أعمالهم، وبالتالي سيكونون ملاحقين قضائيا. كذلك هذا الفريق يقوم بالتوثيق الآثار الناجمة عن عملية القصف الجوي، حصر الضحايا، الشهداء، الجرحى، المواقع التي تم إصابتها، القنابل أنواعها أعدادها، يعني بالصور وبالتقارير الفنية، وبحيث يتم تقديم هذا الملف إلى وزارة الخارجية لتقوم بدورها بتقديمه للجهات الدولية المختصة. نعم. طيب دكتور السيد أنس أبو شعلة يبقى معي، ومعنا الآن تحول لضيفي الدكتور الصديق المصراتي وهو أكاديمي في مجال القانون. دكتور الصديق مساكم الله بالخير. دكتور لو تحدثنا عن الأبعاد الدولية أو أبعاد القانون الدولي فيما يتعلق في مسألة قصف طرابلس، القصف الإماراتي المصري، وخصوصا أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع وهناك جلسة لمجلس الأمن في 28 من هذا الشهر الجاري تناقش الأوضاع داخل ليبيا. نعم، أولا مساء الخير وتحية لك وللمشاهدين الكرام. سيدي، أولا أود أن أعرب عن أسف الشديد وحزن العميق لما مارسته دول عربية شقيقة ضد الشعب الليبي. الحقيقة ما قامت به هاتان الدولتان إذا ما ثبتت هذه الجريمة في حقهما فهي جريمة في حق الشعب الليبي بالكامل، ناهيك على أنها هي انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة وعضو في جامعة الدول العربية. أعتقد أن ليبيا لها الحق، أو الشعب الليبي له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية ضد من قام بهذا الاعتداء. نحن عضو، أو ليبيا عضو في الأمم المتحدة وهي دولة مستقلة ذات سيادة، وهي عضو أيضا في جامعة الدول العربية، وهي عضو في الاتحاد الأفريقي. وأعتقد أن على السلطات الليبية الآن أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدا لتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد هاتين الدولتين، وشكوى ضد الشقيقة مصر إلى الاتحاد الأفريقي لانتهاكها حرمة الأجواء الليبية وقتل الليبيين بدم بارد. سيدي، هذه نزاعات داخلية بين الفرقاء في ليبيا، فما مصلحة الإمارات العربية المتحدة ومصلحة الشقيقة مصر في أن تتدخل وتهاجم التراب الليبي وتقتل أكثر من 20 ضحية وتصيب إصابات بليغة لأعداد تضاعف ذلك العدد. أما بخصوص الجلسة القادمة لمجلس الأمن، فأعتقد أن على ليبيا أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لهذه الجلسة، وأعتقد أن من حقها الآن بل من واجبها أو من واجب المؤتمر الوطني الآن أن يرفع صفة التمثيل الدبلوماسي عن ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة حتى لا يكون عونا لمن يرغب في تطبيق أو إعادة التدخل الأجنبي إلى ليبيا،
لأن الفصل السابع كما تعرف لا زال منطبقا على ليبيا ولا زال تحت حماية الفصل السابع. أريد أن أنوه هنا إلى أنه الاعتداء على الأجواء الليبية وقتل الليبيين هو الحقيقة انتهاك أيضا للفصل السابع للأمم المتحدة لمجلس في أمن، باعتبار أن ليبيا لا زال تحت الحماية الدولية، فكيف لهاتين الدولتين أن تنتهك هذا القرار، قرار الأمم المتحدة، وتنتهك تطبيق الفصل السابع على ليبيا، بمعنى أن ليبيا لا زال تحت الحماية الدولية، فمن سمح لهاتين الدولتين أن تنتهك هذه السيادة وتقتل الليبيين؟ طيب الدكتور الصديق، يعني سؤال الأخير اللي طرحته، من سمح؟ يعني هناك يعني في عملية القصف هناك طرف كما يقال في القانون مباشر، وهناك طرف مشارك أو متواطي. يعني قبل أيام الدكتور محمود جبريل يطلب من الجزائر ومصر التدخل في الشأن الليبي، زيدان سعى إلى ذلك، السيسي يذهب إلى الجزائر في أول زيارة خارجية يفتح الملف الليبي، يذهب إلى السعودية يفتح الملف الليبي. يعني هل القضية فقط متعلقة بالإمارات ومصر أو متعلقة حتى مع الأطراف التي شاركت أو ساهمت أو تواطأت معهما؟ نعم سيدي، المؤامرة بدأت من ليبيا الحقيقة ولها أطراف خارجية. الأطراف الخارجية تمثلت الآن أو ظهرت الحقيقة تتمثل في مصر وفي الإمارات العربية المتحدة، أما الأطراف الخارجية الداخلية الفاعلة فهي ابتداء من البرلمان وانتهاء بالسيد محمود جبريل ومن يدور في فلكه، الذين تآمروا على ليبيا واستعدوا الدول الخارجية على ليبيا واستقوا على الليبيين بهذه الدول. وجود هؤلاء كما ذكرت السيد علي زيدان والسيد محمود جبريل في دول خليجية أو في غيرها من الدول وطلبهم التدخل واستجابة هذه الدول حقيقة هو الأكثر أهمية في هذا السياق، هو استجابة هذه الدول لشخصيات لا تمثل الحكومة الليبية. ناهيك على أنه لا يحق للحكومة الليبية ممثلة في البرلمان إن صح التعبير أن تطلب تدخل أجنبي، فهذه في حد ذاتها تمثل جريمة الخيانة العظمى لرئيس البرلمان والأعضاء الذين وقعوا على هذا القرار، ويجب هؤلاء جميعا أن يقدموا إلى المحاكمة للقصاص منهم عن جرائم القتل التي ارتكبت في حق شباب الليبيين بصواريخ موجهة من طائرات إماراتية وطائرات مصرية. طيب يعني أنت تكلمت دكتور صديق على قضية من تواطأ ومنها قرار التدخل الدولي ومنها كذلك حتى إخلاء الأجواء الليبية من استخدامها في الطيران المدني، لكن دعنا نتكلم على سياق قانوني دولي آخر. يعني اليوم نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في الجزائر يستقبل استقبالا رسميا، في نفس الوقت رئيس مجلس النواب موجود في مصر ويستقبل استقبالا رسميا. يعني أليس من الأولى قبل أن نطلب من الخارج أو نطلب من المجتمع الدولي أن يساعدنا أن نصلح البيت من الداخل؟ نعم 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 هذا صحيح. للأسف الشديد أن إذا ما توجه السيد نوري بوسهمين الجزائر فهو الحقيقة من وجهة نظري هو إجراء احترازي ومحاولة لكسب الشقيق الجزائر في صف الشعب الليبي حتى لا نكون نقع بين يعني بين المطرقة والسندان، بين مطرقة مصر والإمارات العربية من جهة وسندان الجزائر، وبالتالي الجزائر أعلنت عن موقفها وهو موقف الحقيقة يشرف الشعب الجزائري بأنها لن تتدخل في 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 الشأن الليبي. أما بالنسبة لما يقوم به السيد رئيس المؤتمر من زيارة لمصر فهو الحقيقة في نظري هو استكمال لحلقات المؤامرة على الشعب الليبي التي يقودها وللأسف الشديد نقولها بمرارة أن يقودها البرلمان ورئيسه،
والسيد رئيس البرلمان لم يقم بشجب هذا الاعتداء مطلقا، بل تبجر حال للأسف الشديد، ونقولها بمرارة أيضا أن هناك من استجاب لطلبنا التدخل وأعلن عن سعادته وغبطته في أن الشباب الليبيين قتلوا بصواريخ الإمارات وصواريخ الطائرات المصرية. إذن أعتقد أن من يرتكب الخيانة العظمى في حق شعبه لا يمثل هذا الشعب. طيب، يعني بالنسبة للقانون الدولي دكتور الصديق والمساعي الدولية، لو الآن في حراك يعني غير الأمم المتحدة، يعني إلى أين ممكن أن يتم اللجوء، خصوصا أن الجامعة الدول العربية يعني بيان مؤتمر دول الجوار ومدامة مصر تحتوي الجامعة العربية يعني لن تؤتي أكلها، يعني كيف يتم الحراك؟ ما هي المؤسسات الدولية التي ممكن أن يتم الحراك من خلالها؟ والله بالنسبة للجامعة العربية كما ذكرت الحقيقة نحن لا نتوقع الكثير من الجامعة العربية كما ذكرت حضرتك، لأنها في أحضان الشقيقة مصر، ومصر لن تسمح باتخاذ أي قرار حتى شجب هذا الاعتداء. لم يبقى أمام الشعب الليبي إلا اللجوء إلى الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن وإلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المحاكم أو القضاء الدولي لرفع دعاوى ضد هاتين الدولتين وضد من ساعدهما في سفك دماء الليبيين وقتل الشعب الليبي دون أن يكون لذلك مبرر. وأشير هنا إلى مبرر، لأن مصر ليست طرفا في هذه الحرب، هي نزاع داخلي، هي حرب أهلية، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يتدخل في هذه الحرب الأهلية. قد يقول أحدهم فماذا حلف الأطلسي تدخل في تلك الفترة، كانت الحكومة تقتل شعبها، أما في الواقعة الحال فهي نزاع بين فرقاء، بين ثوار الأمس، وبالتالي ليس هناك حكومة تضرب شعبا. وإن نظرنا إليها من ناحية أخرى فهي الحقيقة للشعب الليبي كان هو الذي يطلب الحماية من المجتمع الدولي ضد البرلمان وضد حكومة أحمد السني التي استجدت الحماية الدولية واستجدت التدخل العسكري ضد الشعب الليبي. نعم، شكرا لك الدكتور الصديق المصراتي الأكاديمي في مجال القانون. أعود لضيفي الأستاذ أنس أبو شعالة المحامي. أستاذ أنس، يعني ما هي الاستشارة القانونية أو النصيحة القانونية اللي توجهها لأسر الضحايا واللي تكلمت معنا إحدى الأمهات في بداية هذه الحلقة؟ والله نصيحتي أولا أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأبشرهم بأن أبنائهم شهداء في سبيل الله وفي سبيل الوطن بإذن الله. توثيق هذه الواقعة وإفراغها في ملف قانوني متكامل وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الأشخاص الضالعين في دولتي مصر والإمارات على مسؤولية هذا العدوان وهذا الاعتداء، وكذلك التقدم بشكوى رسمية من قبل الدولة الليبية مجلس الأمن. ومن هنا وفي هذا المقام لو تسمح لي يا شيخ خالد، إذا كان لديهم بقية من كرامة أو وطنية على سفيري ليبيا في الإمارات ومصر أن يعودا إلى أرض الوطن، لا أن يبقيا في دولتين قامتا بالعدوان على شعبهما، على الشعب الليبي، وقاما بقتل أبناء الشعب الليبي وبانتهاك السيادة الوطنية. وبالتالي سفير ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة دكتور العارف النايب، وكذلك سفير ليبيا في جمهورية مصر العربية دكتور فايز جبريل، بقاؤكما في دولتي الإمارات ومصر هو شكل من أشكال التضامن والاشتراك في هذا العدوان. أعتبر ذلك شكل من أشكال التضامن والاشتراك في هذا العدوان، وبالتالي ستلاحقهما العدالة وسيكونان مسؤولان كذلك عن الآثار الجنائية المترتبة على هذا العدوان. طيب، أنا عندي بس سؤال فني، يعني هنا
يعني أحد السفراء وهو السفير في دولة الإمارات هو أصلاً رجل أعمال هناك، يعني هل من الناحية القانونية المحضة أن يجمع السفير بين كونه رجلاً أعمال في الدولة التي يمثل فيها دولته؟ هو الأدهى والأمر أن هذا الرجل قد تم ترشيحه من دولة الإمارات ولم يتم اختياره من دولة ليبيا أصلاً، فهو يعني لم نختاره، هو سفير الإمارات في الإمارات وليس سفير ليبيا في الإمارات. نعم، شكرا لك أستاذ أنس أبو شعالة على هذه المداخلة والإفادة الطيبة. عود لمصر، كيف ممكن أن نحلحل القادة في مصر حتى يعني يعوا عدم التدخل في ليبيا وأن يبقوا على مسافة واحدة كما يقولون من جميع الأطراف؟ وأولا لابد من تحرك الموافقة للإخوة الزملاء الذين أثاروا قضية التحرك الدولي على المستوى القانوني، هذا إجراء مهم ومطلوب. التحرك الآخر والثاني هو أن يلتف الشعب الليبي حول ثورته، وأن يعلم قادة الانقلاب وقادة هذه العمليات الوحشية على الشعب الليبي أنهم لم يحققوا أي نتيجة، بل بالعكس حققوا نتائج عكسية لصالح ضد مخططهم الذي يهدفون إليه. وفي ذات السياق أنا أتوجه في الحقيقة بنصيحة إلى إخواني في الشعب الليبي، وأقول لهم يجب أن تعلموا أن المصريين يرفضون تماما هذا النظام ويرفضون تماما عدوانه على الشعب الليبي بهذه هو الطريقة. صح، يعني مصر دولة 85 مليون تقريبا، يعني أنا أعتقد ما من باحث أو أكاديمي أو جامعي أو متعلم على وجه الخصوص والعموم يعني إلا ومصر لها فضل عليه، يعني كلنا تعلمنا درسنا عند أيدي أساتذة من مصر، تعلمنا في الجامعات لعل على دكاترة من مصر، يعني أين النخب المصرية مما يحدث؟ ثم إن السيسي حقيقة هناك ثلاث ملفات مهمة لإدارة الدولة المصرية ولإدارة أي دولة، ملف أمني داخلي، وملف يتعلق بلعبة العلاقات الدولية الخارجية وهذه لا يحسنها السيسي ولا يجيدها بصفته رجل عسكري، والملف الاقتصادي الذي لا يعرف حتى واحد ممكن زائد واحد أنه يساوي اثنين، يعني حتى الملف الأمني هو أكيد أنه ينجح في الملف الأمني بسطوته لكن لا يستطيع التعامل مع الملف الأمني في الدول الأخرى. يعني ما هي النصيحة اللي ممكن أن نوجهها؟ أنا أطمئنك وأبشرك أنه فاشل في الثلاث ملفات بما في ذلك الملف الأمني. لو أنه ناجح أمنيا ما كان استدعى الأمر لكل هذا القمع. ما الذي يجبر نظام على أن يقتل شعبه بالرصاص لمجرد أنه خرج يتظاهر سلميا سوى أنه فاشل في إدارة الملف الأمني؟ هل يريد إعادة هذا السيناريو في داخل ليبيا عن طريق ممن يتحالف معهم؟ أولا لازم أن نعرف عقلية القائد العسكري. القائد العسكري تربى في معظم حياته داخل المؤسسة العسكرية، لا يجيد إلا فك وتركيب السلاح، طريقة التعامل بالأوامر العسكرية، استخدام الدبابات والطائرات في التعامل الطبيعي مع الخصوم. أما أن يمكن بقى هذا القائد بقى من إدارة الدولة ومجتمع مدني وعلاقات دولية بقى وعلاقات مع دول الجوار، فبالتأكيد ستظل الصفة العسكرية ملازمة له، ومن ثم فإنه سيدمر. أنا أبلغ من عجبني في التعبير عن شخصية السيسي منذ وصول للحكم، قال سيرى العرب أنهم قد أنجبوا هتلر جديد. في الحقيقة عقلية هتلر متمثلة في النموذج الذي نراه الآن في مصر، وأول إشارات خارجية تعتبر في اتجاه ليبيا، ربما الإشارات في اتجاه غزة كانت واضحة من بدري، يعني موجودة مثلا في حفتر اللواء المتقاعد الذي يتعامل الآن مع السيسي. طبعا أنا عايز أقول أن الشعوب البدائية هي التي كانت تحكم بالضباط الجيش والعساكر. العسكر يعني ما احترمنا لكل ضباط الجيش، يعني وجدوا ليحموا الدولة من على حدودها. سارات في كل المجالات. أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أيها الأعزاء، في الختام فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك معي في هذه الحلقة، ابتداء الدكتور طارق الزمر الناشط السياسي المصري، وكان معي أيضا عبر الهاتف كل من الأستاذ أنس أبو شعال المحامي، وأيضا الدكتور الصديق المصراتي الأكاديمي في مجال القانون.
كلمة أخيرة بس طيب قبل أن تفضل. نختم، نعم أنا أود أن أنصح الشعب الليبي أن يعلم أن المصريين ليس لهم علاقة بهذا الانقلاب وأنهم رافضين له، ومن ثم رافضين لإجرامه في الداخل أو في الخارج، ومن ثم أتمنى أن يعلموا أنه لا يجب أن يؤذى مصري أكيد بسبب أكيد جرائم أكيد السيسي أكيد في ليبيا. أكيد نعم الشعوب نعم كلها يعني كلها سواء نعم يعني. نعم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في تغطية قادمة بإذنه تعالى، فإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.